أهلا بكم مشاهدينا، وإلى حالة الطقس وتوقعات درجات الحرارة في عموم محافظات العراق. والبداية حتكون من العاصمة الحبيبة بغداد، وسجلت بغداد 20 درجة نهارا و15 ليلا، والأجواء كانت فيها غائمة ليلا ونهارا. ومشاهدينا من بغداد ننتقل إلى ميسان، وسجلت ميسان 23 درجة نهارا و12 ليلا، والأجواء كانت فيها أيضا غائمة ليلا ونهارا. أما البصرة، وسجلت البصرة 23 درجة نهارا و17 ليلا، والأجواء كانت فيها غائمة ليلا ونهارا. ومشاهدينا من البصرة ننتقل إلى المثنى، حيث سجلت المثنى 20 درجة نهارا و15 ليلا، والأجواء كانت فيها غائمة نهارا وممطرة ليلا. ومن المثنى ننتقل إلى ذي قار، وسجل ذي قار 22 درجة نهارا و16 ليلا، والأجواء كانت فيها غائمة ليلا ونهارا. وننتقل من ذي قار إلى بابل، وسجلت بابل 22 درجة نهارا و14 ليلا، والأجواء كانت فيها غائمة ليلا ونهارا. أما واسط، وسجلت واسط 22 درجة نهارا و15 ليلا، والأجواء كانت فيها غائمة ليلا ونهارا. ومن واسط مشاهدينا ننتقل إلى ديوانية، حيث سجلت الديوانية 23 درجة نهارا و10 ليلا، والأجواء كانت فيها أيضا غائمة ليلا ونهارا. أما كربلاء المقدسة سجلت 21 درجة نهارا و15 ليلا، والأجواء كانت فيها غائمة ليلا ونهارا. أما النجف الأشرف، وسجلت 21 درجة نهارا و12 ليلا، والأجواء كانت فيها غائمة ليلا ونهارا. ومشاهدينا ننتقل إلى الأنبار، وسجلت الأنبار 16 درجة نهارا و11 ليلا، والأجواء كانت فيها صافية نهارا وغائمة ليلا. وننتقل من الأنبار إلى صلاح الدين، وسجل صلاح الدين 11 نهارا و6 ليلا، وكانت الأجواء فيها ممطرة ليلا ونهارا. أما ديالى، سجلت ديالى 19 درجة نهارا و6 ليلا، والأجواء كانت فيها غائمة ليلا ونهارا. ومن ديالى ننتقل مشاهدينا إلى الشمال، حيث سجلت أربيل 13 درجة نهارا و8 ليلا، والأجواء كانت فيها غائمة ليلا ونهارا. ومن أربيل إلى السليمانية، حيث سجلت السليمانية 17 درجة نهارا و5 ليلا، والأجواء كانت فيها ممطرة نهارا وغائمة ليلا. أما دهوك، سجلت دهوك 12 درجة نهارا و4 ليلا، والأجواء كانت فيها غائمة نهارا وممطرة ليلا. ومن دهوك ننتقل إلى نينوى، وسجلت نينوى 18 درجة نهارا و8 ليلا، والأجواء كانت فيها غائمة نهارا وممطرة ليلا. وأخيرا مشاهدينا كركوك، سجلت 19 درجة نهارا و9 ليلا، والأجواء كانت فيها ممطرة ليلا ونهارا. إذا مشاهدينا، هذا كانت حالة طقس من هذا اليوم، شكرا لكم.